أشرنا في بانوراما أمس إلى أن إيران هاجمت السعودية، هكذا يمكن أن تختصر مسألة الهجوم على منشأتين نفطيتين من الأهم في العالم. اليوم الفرضيات المطروحة تصب في هذا السياق. يقول مراقبون في الخليج إن إيران اختبرت حدود الرد، استهدفت الناقلات فلم يأتي رد، استهدفت المنشآت لا رد أيضا، أسقطت طائرة مسيرة أمريكية ثمنها 180 مليون دولار، جاء الرد مختلفا، استبدل الخيار العسكري بآخر إلكتروني. اليوم تعتقد إيران أن ما يتردد عن استعداد ترامب لدبلوماسية المصافحة مع رئيسها سيبعد الرد مرة أخرى. الأكيد أن الرد ضروري هذه المرة، لكن في نفس الوقت الخيارات لسيما خيارات ترامب موجودة لكنها محدودة. الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية السعودية وضعت الرئيس الأمريكي أمام الواقع الصعب في مرحلة تقل فيها خياراته حسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. رغم تصاعد النبرة بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن مسؤولين من الطرفين لا سيما من الطرف الأمريكي طرحوا بجدية إمكانية لقاء الرئيسين دونالد ترامب وحسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. الهجمات الأخيرة يفترض أنها قللت كثيرا من فرصة حصول اللقاء حسب الصحيفة الأمريكية. وول ستريت جورنال تطرح فكرة أن البيت الأبيض استهلك معظم أدوات الضغط غير الحربية المتاحة لردع إيران، من العقوبات الاقتصادية حتى التلويح بالتحرك العسكري، كما أدرجت الحرس الثوري على لوائح الإرهاب. جون بولتون مهندس سياسة الضغط الأقصى على إيران بات خارج الصورة، وحسب وول ستريت جورنال إدارة ترامب ربما تأمل بإثبات علاقة إيران بالهجمات على منشآت النفط السعودية لإقناع حلفائها الأوروبيين بالانضمام إلى المحور الأمريكي في مواجهة طهران. شخصيات أمريكية مثل السناتور لينزي غريم دعت إلى ضرب إيران، فيما قال عضو سابق في مجلس الأمن الوطني للرئيس ترامب للصحيفة إن خيارات أمريكا للتدخل غير التصعيدي باتت محدودة جدا. أرفد الجنابي، العربية. معنا من جدة دكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، أهلا بك معنا. ومن جدة أيضا ينضم إلينا الكاتب الصحفي خالد الدراج، أهلا بك معنا سيد الدراج أيضا في بانوراما. معلش اسمح لي قبل أن ندخل أستاذ الصبان ببعض التفاصيل التقنية، لأبدأ مع الكاتب الصحفي خالد الدراج لنأخذ لمحة عامة عما وصلت إليه الأمور باعتقاده حتى الآن كتقييم للمشهد محليا في السعودية، إقليميا مع إيران وغيرها، ودوليا بحكم التصريحات الأمريكية. أهلا وسهلا، مساء الخير. بالنسبة للداخل السعودي ما في شك هناك مصدران رئيسيان تحدثا عن هذه الحادثة، ما جاء فيها من خلال وكالة الأنباء السعودية حول الاتصال الهاتفي الذي تم بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي. وأبرز ما جاء في هذا الاتصال هو تأكيد ولي العهد السعودي على أن المملكة العربية السعودية قادرة ومتمكنة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حدودها ومقدراتها. أيضا من جانب آخر، التحالف اليوم تحدث عن أن التحقيقات الأولية والمؤشرات الأولية تدل على تورط إيراني في هذا الحادث الإرهابي من خلال ضبط أسلحة شاركت في هذا الهجوم تعود للنظام الإيراني. على المستوى العربي والدولي اليوم وأمس يعني ردود الأفعال توالت من أكثر من اتجاه، كان واضح في المجمل تأييد كبير للمملكة العربية السعودية وحقها الكامل في الرد على هذا الهجوم الإرهابي، تمام، وكذلك التضامن الدولي. وهناك في الجانب الآخر بعض التباين، يعني الاستنكار كان شامل، ولكن في الجانب الصيني والروسي مثلا
كان هناك تنديد، ولكن في ذات الوقت كان هناك مطالبات بالمزيد من الأدلة على وبضبط النفس وبعدم تسرع بالاستنتاجات كما قالت روسيا. سأعود إليك أستاذ خالد، وأذهب الآن إلى دكتور محمد الصبان في الشق الاقتصادي والنفطي. دكتور محمد، يبدو أن حجم الضرر أكبر بكثير مما تصور كثيرون عندما حصل ما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتما حجم الضرر كبير جدا. في الواقع 5,700,000 برميل يوميا من إنتاج المملكة العربية السعودية قد توقف بصورة مؤقتة، ورأينا أن أسعار النفط ارتفعت اليوم بشكل كبير، وصلت في بعض الفترات إلى أكثر من 20%، الآن هي في حدود 13%. البرنت، خام البرنت، اقترب من $70، وهو مرشح للزيادة في انتظار بيان وزارة الطاقة السعودية الذي سيحدد ما المدة اللازمة لإصلاح الخلل وعودة الإنتاج إلى مستوى طبيعي. تمام. بكم تقدر ذلك دكتور محمد؟ بكم تقدر ذلك؟ المدة الزمنية للعودة إلى الإنتاج بالشكل الطبيعي، أو على الأقل بالشكل الكافي للأسواق، بما لا يحرم الدول المعنية من المخزونات النفطية. أنا أتصور أنه لن يأخذ أكثر من 4 أسابيع على الأقصى، لكن حتى في هذه الفترة المملكة العربية السعودية أبدت استعدادها لاستخدام المخزون الاستراتيجي النفطي الموجود لديها، وفي محليا وخارج المملكة بالقرب من الأسواق، وهو يتجاوز 188 مليون برميل. أيضا الدول بس يعني إلى كم من الوقت يمكن الاعتماد على 188 مليون برميل؟ يعني عندنا أشهر قليلة. 188 مليون تكفي لسد هذه الفجوة في الإنتاج السعودي لما لا يقل عن 5 أسابيع. فأنا أتصور، وأيضا بالإضافة لهذه هنالك استخدام للمخزون الاستراتيجي، الاحتياط الاستراتيجي لدى الدول الصناعية، وقد صرح بذلك الرئيس ترامب وبقية الدول بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية. فهنالك جاهزية، وأيضا بعض دول الأوبك يعني وإن كانت الطاقة الإنتاجية الفائضة محدودة أبدت استعدادها بزيادة الإنتاج. تمام، وهذه نقطة مهمة في الواقع، سأعود بها إليك لأسأل إذا ما كانت أي زيادة للإنتاج بعدما كان يخفض الإنتاج مؤخرا بسبب ضعف الأسعار ستكون من داخل أوبك أو من خارج أوبك، وعلى ما يعتمد ذلك. ولكن أعود الآن إلى الأستاذ خالد الدراج. أستاذ خالد، بالمعنى أو بمختلف المعاني السياسية والعسكرية والأمنية، هذه المرة يعني قواعد اللعبة اختلفت على ما يبدو. ما يعني طبيعة الفهم السعودي لاتخاذ إيران مثل هكذا خيار هذه المرة بالتصعيد إلى هذا الحد، بعدما كان يفهم كل ما حصل سابقا على عظمه وأهميته، على أنه اختبارات وجس نبض ويعني فقط في إطار يعني دفع العمل السياسي الإيراني؟ فيما يتعلق بالعقيدة الإيرانية تجاه المملكة العربية السعودية، هذا الأمر يعني ليس بالجديد على المجتمع السعودي بشكل شامل، يعني سواء كان على مستوى القيادة أو حتى على مستوى الشعب. التاريخ الإيراني حافل بالاعتداءات الشبيهة بهذا الاعتداء وربما بأكثر، ويمتد ذلك إلى عام 1984 عندما شنت إيران هجمات بثلاث طائرات عبرت مياه الخليج، ونذكر في ذلك الوقت الرد القاسي الذي كان من القوات السعودية وأسقطت الطائرتين ولاذت الثالثة بالفرار.
تلك الطائرات كانت أيضا تستهدف منشآت نفطية سعودية، أيضا تجسس وعمليات التجسس التي تمت من الجانب الإيراني وقبضت السلطات الأمنية السعودية في فترات متباعدة عن خلايا مزروعة إيرانيا للتجسس على المصافي وشركة أرامكو على وجه التحديد وتم ضبطها. بالتالي مثل هذا الهجوم أنا أعتقد أنه يعني ليس بالمستغرب على الإيرانيين. صحيح أنهم وجدوا مناخ للأسف أقول هذا الحديث ملائم في المياه الإقليمية الدولية مع تساهل المجتمع الدولي بشكل عام، وبين قوسين ربما الأمريكا على وجه التحديد التي أعطت الفرصة للإيرانيين والحرس الثوري والقطع البحرية الإيرانية أن تعيث في المياه الخليج فسادا وإرهابا وتفجر السفن، وحتى آخر ما حصل كان بيع الكمية النفطية الإيرانية التي قدمت سلاما بسلام وقبضت حتى ربما إيران ثمن تلك الشحنة. تمام. أنا أعتقد أن الإيرانيين في هذه الهجمة الإرهابية هم في قيد المنتحر أساسا، وبالتالي هم لا يختبروا الصبر السعودي، هم يعرفون تماما مثل الأحداث التاريخية كيف يكون الرد السعودي وهو ما أكده ولي العهد. ولكن الموقف الأمريكي للأسف الشديد أنا في رأيي هو من أعطى الفرص لهذا العبث الإيراني طوال الفترة الماضية. لننتظر ونرى يعني ما هو الموقف الأمريكي حقيقة، لأنه في تصريحات كالعادة في مثل هذه الأحيان يعني متضاربة إلى حد ما، في تقليل من فرص احتمال توجيه ضربة من قبل مكتب نائب الرئيس اليوم يعني، ولكن ننتظر. دكتور صبان، قبل موضوع الزيادة من عدمها، هل اختلفت نظرة العالم لهذه يعني يعني السلعة المهمة جدا استراتيجيا للعالم بحدثين؟ أعود بك إلى بقيق نفسها عندما استهدفتها تنظيمات إرهابية في العشرية الأولى من هذا القرن، والآن ردة الفعل ومدى الاهتمام يعني بعد تطور موضوع النفط الصخري بالولايات المتحدة وبعد عدة متغيرات دولية في الواقع، هل تغيرت أو لا نزال عند نفس الاهتمام؟ اختلاف كبير، لأن حجم الضرر هذه المرة كبير. التوقف عن إنتاج 5.7 مليون حجم كبير جدا. العالم يدرك أن ما حدث هو تهديد لأمن الطاقة العالمية وتهديد للأمن الدولي، فلا مقارنة بين ما حدث في الماضي لمدينة بقيق أنا عم بحكي عن الاختلاف بالتعاطي بمعالجة ومقاربة الملف دوليا وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، مش بحجم الضرر. التعاطي لا زال محدودا للأسف، وهذا ما شجع إيران. في الواقع من أمن العقوبة ساء الأدب، فإيران تكرر لأنها تجد أنه لن تجد من يردعها في الساحة. تمام. وإن كانت هنالك مطالبات في الولايات المتحدة اليومين الماضيين بضرب الحقول الإيرانية النفطية، صحيح، مثل دعوة لينزي جراهام. بس أنا يعني قبل أن ينتهي وقتي وعدتك بالعودة لموضوع الزيادة من داخل أوبك أو من خارجها، ولماذا باختصار دكتور محمد قبل أن أختم مع ضيفنا العزيز أستاذ خالد الراج؟ الزيادة من داخل الأوبك محدودة ستكون، لأنه حتى صحيح أن هنالك اتفاق بين المنتجين سواء أوبك أو المنتجين المستقلين أو ما يسمى باتفاق أوبك بلس، لكن الزيادة في الطاقة الإنتاجية محدودة. اللجوء الآن هو اللجوء للاحتياط الاستراتيجي الذي تحتفظ به كل دولة من الدول الصناعية الكبرى. تمام. الولايات المتحدة لوحدها تملك حوالي 400 مليون برميل من النفط كاحتياطي استراتيجي. صدرت الأوامر بأن يتم استخدامه متى ما كان ذلك ضروريا بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وهو لاستعماله في هذه الأوقات تحديدا يعني، والسعودية والولايات المتحدة والصين يعني مئات الملايين من البراميل عندهم من المخزونات لاستعمالهم في مثل هذه الحالات. لكن هذه النقطة أساسية، وهي أن
الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم ستكون منخفضة تدريجيا، وهذا يزيد من المخاطر لو حدث لا سمح الله بعض المشاكل سواء في منطقتنا أو مناطق تمام. أخرى. تمام دكتور محمد صبان، شكرا لك، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا لننهي هاتين المقابلتين مع الأستاذ خالد الدراج. خيارات الرد أستاذ خالد الآن باختصار لو سمحت. خيارات الرد، أنا أعتقد بالنسبة للمملكة العربية السعودية سيكون هناك إجراء يحسب له من حيث الوقت ومن حيث الزمن والكيفية، ومن المؤكد أن الجزاء لن يكون من جنس العمل، لأن الضربة التي تمت كانت من خلال عمل عصاباتي من خلال طائرات الدرون، وهي لن تكون أدوات المملكة العربية السعودية في الرد، لأنها دولة محورية في العالم وتحترم قدراتها وإمكاناتها وتحترم حتى خياراتها السياسية والعسكرية في الأمر القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد الدراج الكاتب الصحفي من جدة، وشكرا أيضا للدكتور محمد صبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي من جدة كذلك، تحياتي إليكما.